أكدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن الهيئة تحظر إصدار التراخيص لعدد من التخصصات المهنية لغير البحرينيين، وذلك لتوفر بحرينيين باحثين عن عمل من ذات التخصص. وحول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة مريم الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. نرحب بك دكتورة مريم في نشرة أنباء ثالثة. دكتورة، يعني ما هي أبرز التخصصات التي تم حظر إصدار التراخيص بشأنها لغير البحرينيين؟ نعم، مساء الخير. خليني أول في البداية أقول أن من 2016 اتخذت الهيئة قرار لتسهيل توظيف ودعم توظيف البحرينيين من خريجي المهن المختلفة، وذلك بإصدار ترخيص لمزاولة المهنة دون ضرورة توفر مؤسسة معينة يعملون لديها حتى يكون جاهز للتوظيف. طبعا صدرت المعايير في 2016 من المجلس الأعلى للصحة، وحددت أن جميع الوظائف أو المهن لازم يكون فيها ترخيص سنتين للأجنبي على الأقل، بينما لا يتطلب وجود خبرة مدة سنتين بالنسبة للبحريني. ومع التنسيق من خلال التنسيق مع وزارة العمل، تبين لنا أن هناك عدد من الوظائف فيها كثير من الباحثين عن العمل. وأخص بالذكر الطب العام، الطب البشري العام، طب الأسنان العام، فني المختبر، فني الأشعة، فني العلاج الطبيعي. فلذلك اتخذت الهيئة قرار بحسب المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى بعدم منح أي أجنبي ترخيص دام هناك باحثين عن العمل في هذه المجالات. لكن البعض تساءل لماذا لا يطبق على كل المهن، وذلك بسبب حاجة السوق لبعض المهن وعدم توفر بحرينيين فيها. مثلا التمريض، هناك حاجة كبيرة خصوصا في القطاع الخاص لتوظيف ممرضين، وما شاء الله كل المتخرجين من التمريض يتم توظيفهم سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، وذلك ينطبق أيضا على الصيادلة. تعرفون أن يعني الاستثمار مفتوح في مجال فتح الصيدليات، ولدينا أكثر من 400 صيدلية وتعمل بنظام الشفتات، وهي كلهم يحتاجون صيادلة لصرف الأدوية. نسبة البحرينيين 30% فقط، فلذلك نحن لا نحد من توظيف أجانب في هذا الحال، ولكن احنا على تنسيق مع وزارة العمل، وكلما ظهرت أعداد أكثر احنا طبعا نغير قراراتنا بناء على حاجة السوق. نعم دكتور، ما مدى التزام منشآت القطاع الخاص الطبية بقرار حظر إصدار التراخيص؟ طبعا القرار مضطرين للالتزام في 100%، لأن نحن لم نمنح الترخيص. فلذلك لا يمكنهم القيام بتوظيف أجنبي ما عنده الخبرة المطلوبة وفي وظيفة فيها بحث عن عمل، لأن نحن بيدنا منح الترخيص من عدمه. ولكن هناك حالات قد يتم منحها استثناء، كأن يكون المقيم الأجنبي مقيم إقامة دائمة في مملكة البحرين مع أهله، أو موجود في البحرين ومتخرج من جامعات البحرين، فلذلك توجد بعض الحالات، ولكن ليس بسبب عدم التزام القطاع الخاص، إنما لمنح موافقة خاصة استثناء من قبل رئيس المجلس الأعلى للصحة، وهذه حالات قليلة جدا. نعم، الدكتورة مريم الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، شكرا جزيلا لك.